السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع تغطياتنا الخاصه حول الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي في كل المحافظات العراقيه. اليوم ايضا حلقتنا راح تكون حول الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. اكيد الكل يتساءل ليش احنا نضغط بهذا الاتجاه. طبعا هو البرنامج منوع، بياخذ كل دوائر الدوله، كل المعاملات المواطنين بكافه جوانبها، لكن هذه الحلقات كون هذا المشروع يمس المواطن بشكل مباشر، مناطقهم، اعمالهم، حياتهم، هذا الجهد فكره جديده لأول مرة تطرح في العراق. جهد تكاتف جميع دوائر الدولة نحو خدمة المناطق التي لم تخدم منذ زمن بعيد. اليوم نشاهد وزارة النقل، وزارة النفط، وزارة الإسكان، بلديات، رئاسة الوزراء، كل الحشد الشعبي، كل هذه الدوائر الرسمية تشترك بفريق واحد سمي فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. مر عليه فترة ليست ببعيدة، لكن إنجازات سابقة الزمن وتقدر تقديرية العمل مالتها بسنة أو سنتين، لكن نسب الإنجاز خلال شهرين نسب الإنجاز كلش عالية صارت. هذا شنو السبب؟ بعد أسئلتنا الكثيرة مع السادة المختصين، سبب كان الرئيس والدعم المباشر من رئاسة الوزراء ومن الحكومة العراقية باتجاه تقليل هذا الروتين الذي كان يقبع في دوائر الدولة. الكل يشترك في القرار، وهذا الشيء الإيجابي. العمل المباشر بالتأكيد نتائج إيجابية، ونحن اليوم أمام إنجازات سوف تظهر للعيان بوقتها القريب إن شاء الله. نبارك لهذه الجهود، ونحن سند إن شاء الله لكل جهد يقدم للمواطن العراقي. اليوم راح يكون ضيف حلقتنا السيد علي حسين، رئيس مهندسين أقدم ومعاون مدير بلدية الشعلة. نرحب بك أجمل، ترحب أستاذ علي. نرحب بك ونرحب كل مشاهدينا الطيبين يشاهدون هذا البرنامج. الله يحفظكم أستاذ علي. أستاذ علي، أكيد راح نبدأ تساؤلنا من مدينة الشعلة. نعم. هاي المدينة اللي يوجد بها كثافة سكانية كبيرة في العاصمة بغداد، ذات منافذ كثيرة، تحتاج إلى خدمات كبيرة. اليوم أكيد هي كانت مشمولة بالجهد الهندسي الخدمي. كيف كانت؟ وين وصلت جناب الأستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه المقدمة الرائعة منك دكتور. الله يحفظك. لهذا الجهد الكبير والعظيم اللي تمر به كل محافظات العراق عن طريق الجهد الخدمي الحكومي الهندسي الحكومي. حقيقة أول شيء قبل لا نبدأ بحوارنا أريد نوضح للمشاهد من هي هذه المناطق اللي انشملت بالجهد. على مستوى بلديتنا هي منطقة شاكر العاني والدوانم. من كلمة الدوانم معناها أنه هي منطقة غير مفرزة. ما معناها غير مفرزة؟ يعني بالتصميم الأساسي ليس ضمن منطقة السكن. وكذلك شاكر العاني منطقة أيضا هي غير مفرزة، متجاوزة، يعني بنت دور سكنية، ناس كانت أمورها يعني تعبانة، اشتروا قطع بسيطة وانبنت، وخدمات ما لها هاي باعتبارها أنه خارج التصميم الأساسي لمدينة بغداد. مثل ما تعرف مدينة بغداد بها تصميم أساسي سنة 72، حددت المناطق السكنية والتجارية والصناعية والشوارع. هذه هي ساحات كانت أو قطع زراعية
لكن المواطن بعد سقوط النظام البائد قالت على نفسها انه تكون لها فد موضع سكن فبنت في هذه المناطق. فبداية هو حديثنا انه نريد نفهم المواطن ماذا عمل هذا الجهد بقرار جريء من رئيس الوزراء. قبل قرار دولة رئيس الوزراء، يعني انتم كبلدية اذا كانت المنطقة ما تخضع للتصميم الاساسي لمدينة بغداد وهي تجاوز في القانون السابق ليس لها خدمات؟ نعم، لانه اي مبلغ ينصرف لها تحاسب عليه رقابيا. ليش؟ لانه خارج تصميم. لكن كانت يعني احنا معي فيها يعني من ناحيه المجال كمساعده يعني كلهذه المال، الناس مسكونه هي فمحتاجين مي نوفر لهم مي، محتاجين شافطات نوفر لهم شافطات، لكن حقيقه هي خارج التصميم الاساسي كمدينه سكنيه. قرار رئيس الوزراء قرار جريء كان لمساعده هؤلاء الشريحه من الناس. بدينا بمنطقتين في اللي هي اهم مناطق عندنا الزراعيه، هي شاكر العاني منطقه والدوانم. حقيقه لو شوف جهد العمل اللي تكاتفت عليه اللي هي الدوائر دائره ماء بغداد والكهرباء وجهد الخدمي للحج الشعبي، جهد كبير جدا. المدينه كانت يعني من اقول لك بدون خدمات، ما معناها لا مجاري لا ماء، كهرباء غير منظمه، موجود فيها كهرباء لكن غير منظمه، لا تبليط. فلما شرعنا عشوائيه في البناء، عشوائيه البناء بحيث يعني هناك شوارع يعني اللي زناها يعني حدائق، و يعني المواطن كان تعرف يزرع ويبني يعني براحته، ماكو لا تصميم لا سند لا شيء، يعني مجرد هي اراضي يعني بناء عشوائي. فعلينا عن نفسنا انه نخطط الموضوع، جعلنا تخطيط يعني على واقع الحال لكنه منظم. كيف يعني هذا الشيء؟ انه الشارع كان عباره عن التواءات وانحناءات، رتبنا الشارع اللي متجاوز حدائق ومحلات، او رتبنا الشارع بعرض معين وعرض كان لا باس به بالنسبه لشيك شاكل عاني والدوانم. فزلنا ما زلنا حقيقه ازاله كانت كبيره جدا، ولكن برضا المواطن. ماكو سخط. ليش؟ لانه المواطن حس انه بده نقدم له خدمه. فقلنا له يعني انت ما تفرح انه راح تجيك مجاري ومي وكهرباء وراح يتطوب بيتك وراح تترتب هذا، فيفرح بهالاتجاه فيرضى انه صح احنا نزيل جزء من دار اللي كان مش، لكن نريد ننظم المدينه. حقيقه ما كانت تسمى مدينه، كان يسمى منطقه شاكر عن متجاوزه. حاليا باشرنا بالبنى التحتيه اللي هي مجاري وماء، وتعرف اللي كانت حدائق التربه مالتها فاشله يعني. صحيح. بدينا نرفع التربه الفاشله ونسبيس، وهسه مراحل احنا الحدل، وان شاء الله عندنا الشوارع الرئيسيه الباور كيربر اللي هو القالب الجانبي. يعني الباور كيربر اقصد به اله تصب القالب الجانبي. نعم. بمستوى راقي، ليس الرصيف اللي يعني يتهشم، لا. ان شاء الله المجاري كملت المي؟ اي لا، يعني احنا نسبه انجازها 80 لا تزال. الماء كمل. اي الماء يعني كانت قبل اكو مجاري بس ما مرتبه ما منظمه. رتبنا نشأنا خطوط جديده ودمجنا تم ربطها؟ اي وتم ربطها. يعني اكو ناس حقيقه يعني ما استجابوا بسهوله، قعدنا وياهم فهمناهم، اللي ما استجاب احنا ربطناه. يعني كدائرة بلدية احنا علينا عن نفسنا انه نربط يعني الناس ما عندها قد يكون هذا، فاضطرينا احنا نربط بحيث يظهر او انجاز العمل يكون مقابل اموال. لا ربط لا يعني شلون نقول يعني احنا يعني من تخصيصات دائرتنا. وايضا العمل هو ايضا مخصص مبالغ من مكتب رئيس الوزراء. يعني احنا عملنا كالآتي في شاكر عان، عمد المواطن يعرف يعني نظمنا موضوع المجاري، دخلنا الأزقة. يعني لو تدري لقينا بالأزقة مدفونة على أنقاض. أي يعني لقينا حتى إطارات قديمة، لقينا هذا دفنا 200 يعني هي تمر صحي كانت هي يعني قد يكون. أي قد يكون الناس
بنت في مواقع كانت مثلا منخفضه فالناس تدفن على مود ما يجيها مي كذا، فمدينا خط مجاري قطر 250 مليم وايضا ماء، وانجز تقريبا عمل 80% من عنده، وقسم اللي بيها مجاري سابقه ورتبناها رصفناها بالمقرنص. يعني اصبح الشارع يعني اشبه بالمدن، يعني اكو مدن عندنا رسميه ما واصلها المقرنص، صح. احنا هاي رصفناها بالمقرنص واصبحت ازقه راقيه جدا، حتى الانسان بنقول هذا التجاوز قام هو يعني صار الوعي عنده اكبر، صار مسؤوليته اكبر، لما يشوف الدوله ده تقدم له خدمه هو صار عنده رد فعل جيد وقام يزيل التجاوز اللي غير منظم للزقاق مالته. كهرباء، كهرباء ايضا مباشره دائره كهرباء، كهرباء كان بيها هي كهرباء، لكن مثلا اكو تعارض يصير بالعمل، تعرف حفارات وهذا، صح. فويانا ويانا دائره ماء بغداد اللي هي تابعه مات بغداد ايضا باشرت بمد انابيب الماء هذا، ويعني كانت يعني الصوندات عابره يعني مسافات كبيره جدا باعداد هائله، مدينا خطوط ماء واصبحت يعني الصونده امام البيت المواطن، يعني ما كانت بعيده او شيء. ممتاز. زين استاذ علي، يعني بخصوص هاي الخدمات اللي قدمت، وهاي وقت طبعا صار انا عرفت من بدا القرار صدر الامر الديواني انتم عملتوا بشاكر العاني. نعم. مو الوقت يعني صار يعني ايش قد صار بالشهرين ونص تقريبا؟ استاذي دكتورنا الغالي، الموضوع يعني لو يحال الى مقاوله، هو نبدا هاي المقارنه. اي هاي المقارنه، يعني يراد له حقيقه بالسنه او تسعه اشهر، يعني بالسنه ليش؟ لانه مثلا عندنا الامطار، من تحدث حاله الامطار تعرف انت من تتولد الشارع وامطار بعد ما تقدر تشتغل به. تمام. صار توقف عمل بحدود اسبوعين. اها. اي لكن احنا يعني نترك يوم يومين ثلاثه نبدي نقشط الاطيان قشط ونرتبه نستبدله بسبيس ناشف على مود انه نكمل العمل. بأقوى، لأن تعرف التربة هاي كانت حدائق، وكان من نزلت الأمطار بيها أصبحت روطانات بالتربة، شبعت، فأصبحت التربة فاشلة. لكن الشركات إذا إحنا إذا يطلب 15 يوم 12 يوم أسبوعين إنه يطلب توقف عمل، لأنه الأمطار هو ما يقدر يشتغل بيها مثلا إذا جانب تبليط أو كذا. فأنا مثل ما يعني عرجت مقدمتي إنه انشاء مدينه بالكامل، يعني مد خطوط، مجاري، ماء، كهرباء، وصلنا الى مرحله حاليا الباور كيربر اللي هو الرصيف، نحدد راح نحدد الشارع حتى يتم والمدينه راح تربط، يعني شارع طويل بحيث المدينه راح يصير بس مو مخرج شارع الربيع بشكل عاني، لا راح يصير اكو خط سريع راح نربط به ان شاء الله. يعني الموضوع قلت لك كان بي جرعة من رئيس الوزراء في لأنها مناطق يعني عشوائية، أخذنا الموافقات الرسمية، لأنه تعرف إحنا ما نقدر كبلدية نصرف أموال على منطقة مو احتمال هذا، فحصلت موافقة رئيس الوزراء بهالشأن هذا إنه حول إنه منطقة زراعية استثناء من الشروط والمواصفات والقوانين النافذة. وبادرنا بالعمل حقيقة، يعني نشوف فرحة بعيون الناس، حتى بيوتهم صار سعرها لا بأس به، يعني فرحة وفرح كبير. وإحنا لنشر معنوياتهم الزائدة قلناهم لا سموها شاكر عاني، سموها العدل، لأنه تعرف التبيوت العدل راقية. فإحنا من هالمنطلق هذا فقلنا لهم أنتوا يعني تكملة للعدل، لا تقول أنا شاكر العاني بعد. ممتاز، ان شاء الله اتمنى التوفيق لكم ان شاء الله بها. الدوانم شنو؟ بالنسبه للدوانم تعرف كلمه الدوانم هي اراضي زراعيه، صحيح. بالدوانم الناس بعد 2003 باشر غير جنس الارض لو بعده؟ لا، هو هاي المساله تخص يعني المرجعيات. احنا كبلديه يعني كمعاون مدير عام كمدير عام الموضوع مو يمنا، يم السيد امين بغداد ومجلس النواب، لان تغيير جنس الارض مو بسهوله. صح. يعني الدوانم عانينا بها اكثر من شاكر العاني، ليش؟ لانه مشاكل الطرق وترتيبها والازقه والهذا هم اضطرينا هم ازاله ايضا،
وباشرنا اربع شوارع رئيسيه ان شاء الله حتنكسي جي. قسم كيمل باور كيربر وقسم يعني كيمل مجاري وماء. نعم نعم باشرنا بالمجاري والماء على الشوارع الرئيسيه. هذا الباور كيربر هذا طلع قبل نعم. شويه نعم. ماكينه بها اسمنت ويصوب، هذا قوي يعني مواصفات عاليه جدا، يعني مو قالب وادق اني، وقد يكون القالب غير جيد او متكسر او كذا. هذا أي هذا الاستاذ على الشاشه. نعم اي حقيقه يعني احنا من هذا من بركوم نقول للمواطن انه الدوله مهتمه بيك ما عايفتك انت، صح تجاوزت، لكن احنا نريد نخلق من مدينتك اللي مبعثرة او المتجاوزة او الى مدينة منظمة، فعليك ان تلتزم ايضا بعدم تجاوزك. يعني هسه احنا من راح نبلط الشارع هذا كون المايات تقل صح، وتحافظ على المقرنص، تحافظ على السواقي، هي مدينتك بعد سوء استعمال للمجاري. وعندي يعني اعداد اللي منجز لشاكر عن الدوانم موجوده، يعني اعداد بالنسبه لي فقط الكسورات بالصوندات المائيه اللي معبريها عبرت 3000 يعني قطع وتعديل، يعني اعداد مهوله بالنسبه لشاكر عاني والدوانم. جيد، الدوانم جيد وصلت نسبه الانجاز مالتها لحد الان؟ يعني حقيقه الانجاز يعني عبر 65%. 65% اي عبر، يعني احنا حاليا حدنا باور كيربر راح نبلش نقرنص، نبلط الشارع وبعدين نقرنص ممتاز للرصيف. ايش قد المساحه مالته؟ بالنسبه لشاكر عاني طول 4.5 كيلو. اها. والعرض يعني بحدود 600 متر هالشكل، لان منطقه شريطيه. واضح. اي شريطيه وبها انحناءات بالهذا ومستمره يعني، وان شاء الله اكو احياء بعدها ان شاء الله بلكي تنشمل. والدوانم؟ الدوانم لا كبيره جدا مساحاتها، يعني ما عندي رقماتها بس كبيره جدا الدوانم، وحقيقه كلها مسكونه؟ كلها مسكونه ومدارس. اها. اي يعني مهتمه بها المحافظه قبلنا يعني بصراحه. يعني اكو مساحات ماخذيها هي ملك خاص. اي يعني مو ملك الدولة، ما مسيطر، يعني احنا كدائرة ما مسيطرين عليها بالافراز وبالتصميم ولا يعني مو مدينة هي رسمية، لكن هسه حاليا الناس بدت تتجه هذا وان شاء الله مستمرين. يعني المرحلة الأولى هي الشوارع الرئيسية وان شاء الله ندخل على أزقة ان شاء الله. استاذ علي حتى ما يعني ما نكر جهد الآخرين معاكم بالفريق. نعم الأطراف اللي معاك. اي نعم حقيقة متبني موضوع التبليط هو الجهد الآلي والجهد الحجر الشعبي، يعني هم متبنين السبيس مجانا حقيقة بآلياتهم. يعني عقلية قيادات الحشد عقلية هندسية. ليش؟ لأنه الشهيد المرحوم أبو مهدي المهندس أكل له كل التقدير والاحترام، كل كادرهم والقيادات البعدة عقلية مهندسين، يعني كل آلياتهم حديثة عملاقة بأعداد كبيرة جدا، بحيث يعني هي تعتبر من أعظم أكبر الشركات حاليا إذا تجي تناظرها في العراق. يعني يعني إمكانيات، يعني هسوي شوف الجهد المشارك عندهم في سوريا، يعني تمام. يعني الناس أنا يعني كمهندس أجل لهم التقدير والاحترام بهذه العقلية، يعني ممتاز. أي ما يمتلكونه من جهد عالي وعقلية هندسية راقية، انه هم يعني يعتبرون نفسهم من شركة كبيرة في العراق ويأخذون يعني ومشاريع يعني على قد تنجز كثيرة. سنت يعني تفهم قصدي أفتح. يعني التلكعات اللي شفناها من المقاولين هو شنو هي يعني هي أغلبية طبت بالبلاك ليست. اي المقاولة قمصيون واحد قمصيون اثنين صح. توصل للأخير أكثر من ثاني ما بيها بس السمنت صح، هذا اللي قاعد حاصل فيه. فالقصد من هذا، فكشركة نظيفة وتمتلك عقليات هندسية راقية حقيقة بالمواقع، عندنا مهندسين تابعين للحشد راقيين وناس مطيعين. شو شفت التزامهم بالعمل؟ لا ناس مطيعين والله وجيد، قلبي مشاكل صح
قد يكون اختلاف رؤيه وهذا، لكن بالحقيقه هو اندماج وانسجام وماشيين احنا بالعمل. جميل. عملكم يبدا من اي وقت لاي وقت عاده يعني؟ هم عندهم نظام، احنا وياهم عندهم نظام الاربع العصر. اها. اي حقيقه انا اللي شفته فد شيء يعني عندهم يخلون فد موقع عمل كرفان مثلا، حتى عندهم محافظات يعني ناس محافظات يعني شفت ناس هم موجودين متواجدين ومطيعين. يعني من تقول له اريد فلان شيء يوفره لك ما يكذب عليك يعني. فهذا الشيء يعني حقيقه يعني مفرح يعني انه ليش؟ لانه يدعمنا ويسرع من وتيره العمل. بالضبط. جيد. احسنتم. ممتاز. هسه احنا راح نتحدث هم يعني هم ندخل على مدينه الشعلة، راح نناور بالاسئله. عادي عادي. مدينه الشعلة يعني تحتاج الى متنزهات ومناطق خضراء يعني بصراحه يعني إن هم دوانم وغيرها هي أصلاً بساتين كانت وهي مناطق خضراء. نعم. حتى نقول حزام أخضر للمدينة عاد مو لبغداد فقط. نعم. يعني بدأت تختفي شوي هاي ظاهرة المناطق الخضراء. يعني تحاول مثلاً بلدية الشعلة إعادة نشرها أو العمل على توسعة متنزهات. نعم نعم. حقيقة أتمنى يعني من قناتكم تزور دائرتنا. إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا مناطق كانت متجاوز عليها بالكامل. عندنا منطقة الرحمانية تصميمها العمراني توزيع الساحات داخل البيوت وهذا راقي جدا. كلها بعد السقوط بنيت. أها. كلها بعد السقوط يعني كل شخص قدام بيته حديقة أو ساحة انبنت، وزعها لأولاده، هو سواها مخزن، سواها عمارة. قامت دائرتنا سنتين متكاملة بإزالة هذه التجاوزات. 452 و56 محلتين. حقيقة دائرة بلدية الشعلة طلعت عليها مظاهرات بحدود 8 مظاهرات. أصحاب الشيش أول من بادر بالمظاهرات، لأن أنا ما شايف شخص يشتري بيت وقباله يبيع أطنان من شيش حديد جملة مال بغداد. قلت له يابا احنا شنو سكن؟ قال والله هاي خبزتنا وهذا. يابا انت يعني مو فقير تمتلك هاي الاطنان من شيش يعني شنو؟ المهم اقمنا دعاوى عليهم موجب القانون. مديرنا العام يعني اضافه الى انه مهندس يعني يمتلك شهاده قانون، وطبق عليهم قانون 154 المتجاوز على الاراضي، وكل زناهم حقيقه بعد مشاكل ومظاهرات. ويعني يعني تصور انا سيارتي طبقت بالامطار، جيت لقيت تايرين مشققات. اي والله. فالحمد لله. محبتهم لك. اي الحمد لله يعني اكو ناس ساخطه من الوضع، لكنه انشانا مدينه جميله جدا ب 12 حديقه. ممتاز. صغيره جدا. هاي الرحمانيه. الرحمانيه. نجي الى الدبخاين. منطقة الدبخاين هي معروفة انه معامل جلود، يعني دبخاين معروفة اسمها معامل جلود. لقينا يعني حتى ناس خارجة عن القانون ساكنة من محافظات شاردة. يابا شنو انتو وضعكم الرسمي والقانوني هنا ساكنين؟ المهم زلناهم وانشئنا متنزه بسبع دوانم اسمه الدولعي، من ارقى ما يكون بكوفة المواصفات. يعني العاب اطفال، مقاعد جميلة يعني تشبه المقاعد اللي حاليا بحديقة الأمة. ممتاز. اي يعني حقيقة احنا خطينا خطوات يا بس هي شنو اعلاميا يعني حديقة الأمة سلط عليها الإعلام، لكن حدائقنا اللي احنا اشتغلناهن والله لو يسلط عليها الإعلام توجه لنا أكثر من شكر بهالاتجاه. هذا جهد بسيط جدا وبأيادي البلدية. عندنا قسم الزراعة قسم راقي إضافة إلى كافة أقسامنا هي راقية، لكن قسم الزراعة متميز لأن المساحات اللي اشتغلها مساحات مو طبيعية. هذا متنزه الدولعي يطل على تقريبا 4 شوارع، شارع خلفي شارع أمامي، وخلينا موقف سيارات وتصميم رائع جدا. حاليا لقينا 60 دار متجاوز على قطعة مال أمانة. حلو. هم موجب القانون طلع مظاهرات، جونا نواب، جونا هذا، بس النائب من رجل من تفهمه تقول له يابا هذا خارج القانون هذا، وتكالبت عليها الاستثمار.
لان طلعناهم ها احنا يعني بينا الا ان نمشي بمشروعنا وانشأنا متنزه حاليا ملاعب كره قدم ثلاثه ما شاء الله، وباشرنا هسه حاليا برصف الممرات والملاعب ايضا. اكو ناس جايرت الموضوع لها، طلعوا الرياضيين قالوا احنا سوينا ملاعب يا أيه. بجهود من هاي كانت بيوت يعني متجاوز أيه. عليه تربيه حيوانات كانت وكذا، وهذا احنا رتبنا الوضع، واتمنى لقناتكم ان تزورنا ان شاء الله ونشوف. هاي دعوات بصراحه جميله لاول أيه. مره لاول مره اسمعها من امانه بغداد، اكو دعوات لقدمات الفضائيه بصراحه. احنا ماخذين على الامانه شويه شويه زعلانين، لا والله، لكن هسه بدا التعاون. لا لا احنا حاليا مو ليش احنا نتعاون، عندنا وثوق بنفسنا من هالموضوع هذا. هذا الاعلام هو اللي يطلع الايجاب والسلبي آه. فبالتاكيد لازم تطلع جهدك، فهذا واجب الاعلامي يعني يطلع الزين والشيء مثل ما يقول. امانه آه. امانه الصحفيه. اضافه لهذا احنا باشرنا بتوسيع الشوارع، كان عندنا شارع شكوك اكو عنق الزجاجه تقاطع البنزين خانه ضيق، وشارع القبلة عريض، فدائما حوادث ودائما هذا. بمسؤوليه من دائرتنا، ويعني بصراحه عندنا مدير عامنا شجاع، يعني انا مو اذا اسوي دعايه اليه، بس لا حقيقه يعني انا كشخص انا على باب تقاعد يعني كمعاون مدير عام، بس هذا الشاب يعني عنده جرأة بالعمل. اخذنا التصاميم مع علي الساعد، يمكن علي الساعد وسعنا الشارع، هو طبعا هو الشارع هسه ممر للزوار، يعني توسيع صار خاصه برا الرجبيه. يعني رجبيه اي دائما هو، وعندنا احنا ثلاث محاور للزوار صحيح، شكوك وشارع الضغط وشارع الربيع. حقيقه احنا اكثر من الكاظميه وياخذوا منا اليات نساعد الكاظميه، مع هذا ما عندنا مانع، فاحنا بدنا نعمل، لانه زوار محافظات وين يطلون؟ يوقفون على المجسر سريع تمام، ينزلون مستقرهم وين؟ بشكوك. شو استعداداتكم انتم؟ استعدادي يعني على اعلى ما يكون، وفرنا كل الحاويات والاكياس وانتشار الاليات، وان شاء الله وياي خدمه يعني لموسى بن جعفر يعني السلام. ما بقت ايام ان شاء الله. ان شاء الله احنا مستعدين ان شاء الله، والكل مستعد. ليش؟ لانه يعني خدمه اهل البيت خدمه عظمى. شرف. شرف. ان شاء الله. تحدثت عن التجاوزات لكن مو بشكل معمق استاذ علي. اكو تجاوزات على الارصفه والمناطق الخدميه، يعني فقط اللي ذكرت له اكو بعد تجاوزات علي. يعني خفت يعني بصراحه اي خفت يعني يوم طلعوا عندنا مظاهرات بلشنا بيت. شفتوا منطقتكم بس مظاهرة. اي بيت امام جامع. اها. والله العظيم طلعوا علينا مظاهرات لانه متجاوز، يا بنت متجاوز شنو؟ امام جامع متجاوز؟ اي والله. مهم يعني الحمد لله داركنا الموضوع وفتهموا القيادات انه هذا تجاوز، يعني احنا نشوف سياد جامع على ما يخلي هذا، شلون يصير هذا؟ رحنا الامام الجامع، يا ابا شو تريد؟ احنا نرجع لك السياج، نرتب لك اياه داخل الجامع وليس على الرصيف. الرصيف هو ممر للناس يعني والسابله، والجامع هو وعي. صحيح. يعني هو مدرسه اخرى يعني. اكيد. أي. فالافكار حقيقه بالنسبه احنا كبلديه من اكبر البلديات اللي ازالت تجاوزات، وعلى هاي معروفه على صعيد الامانه. واحد من الاساتذه قلنا له احنا عندنا 400 دعوه لحد الان بس على ذول المتجاوزين، قاعد يدورون مشاكل. اي ما يخاف ندور مشاكل بالحق. مدينه خذوا خدمه بيها. والله اكو شارع اذا انفتح ان شاء الله احنا ساعين به، يربط الغزاليه بالشعله. أه. يعني هذا متنفس للناس، بس بيش قد بال 250 بيت موجود به. حاليا نزلنا فت خمس بيوت سته او سبعه، ومستمرين برفع دعاوى عليهم دوله. يعني هم الناس يقول لك وين اروح؟ هو يعني هي المفروض الامور تعاون هذا يعني الوزارات، يقعد ابو البلديات، يقعد ابو الاسكان، يقعد ابو الامانه، يا هذول نشيلهم، عندنا مشروع لهم، اكو ساحه هناك، خلينا نسوي مجمع، شو المشكله؟ صح. ليش نعطي للمستثمر؟ يعني انا ارجع على المستثمرين، يعني هي قاعنا ويبيعوها بالناس ب 30 شده. قاعنا هي. وهي انه بتصير لهم. تصير لهم. هذا قانون طبعا هذا. يعني قانون مجحف، وصراحه هيئه الاستثمار ما اعرف شنو تنظر للامر هيك. يعني هي سبب ارتفاع بيوت السكن والاراضي هي صح. هيئه الاستثمار. لما يجي يلقى شقه تنباع ب 30 شده، هو بيتها بصفه ينباع ب 150 مليون، ليش ما اسويها 700 مليون؟ شقه هي. هي انا هسه مشكله، هسه نقول على هذا بوابه العراق ابو 30 شده، صح ولا لا؟
هاي كان جد اقل شيء. اي اقل شيء يعني استاذ انا ما اعرف، انت اكيد لك معرفه بها ادق. انا وصلت لي هاي المعلومه، يقول بانه المستثمر اللي اجى اخذ هذا وبنى وشيد عليه هاي العمارات اخذها مجانا. مجانا؟ مو تعرف. اي مجانا. اخذها مجانا. نعم. وبنى وباحه للمواطنين. نعم. يعني هنا الدوله ما لها اي شيء. هو المفروض الدوله. لا لا هو هذا استاذ علي. إيه إيه. خلي يفهمني. اي هو هو هذا صحيح. هاي الدوله مو بس هاي. هاي يبني مولات اله، يبني محلات اله، بس ما ترجع ورا 50 سنه او فد شيء. لا هي لا هي استثمار مثلا 50 سنه ترجع يصير مثلا الدوله. هاي انا ما قاري العقود مالتهم، بس بكل الاحوال هسه احنا عندنا على مستوى الامانه المساطحات بعد 50 سنه مثل مساطحه تصير الى ايجار، ترجع لك كايجار. هو اصلا استهلكت كتب بنايه بعد 50 سنه، يعني حتى لو سويت مول هم استهلكت كتب استاذ بنايه. استاذ هو ما يطلع منها، شلون ما يطلع؟ لانه مؤسس الغاز هو. مسوي سكيورتي. واضح. عنده شرطه وعنده ناس امان، حدائق التنظيف، يعني المواطن يقعد يدفع 200 الف الى 100 الف حسب يعني قيمه المجمع. يدفع هاي شبه الايجار. هاي بدون الغاز، بدون كهرباء، بدون كل شيء. يدفعها تنظيف والسكيورتي اي وبعد ما اعرف شنو الشغلات هذا ياخذون من عنده 100، اكو حسب المجمعات، اكو 100، اكو 60، اكو 200، يعني راقيه فلوس عاليه. بس المهم هي تروح للمستثمر كلها شلها. اي استاذ، يعني هو المستثمر من استلم القاع اول شيء ما خسر شيء، اتفقوا اي مصرف. يموله بالضبط. والمصرف اللي نسبة عموله. صح. والمواطن يدفع وين؟ مثلا انت تعال المواطن، انت ما عندك؟ اي ما عندي. راح استلم قرض، يسوي لك قرض 125، يعني انت راح تقعد يجارب شختك. صحيح. طول عمرك 50 سنه او 20 سنه 25 تدفع قسط للمصرف، راح تقعد يجارب شختك، عود يصير ملكك بعد 30 سنه او 40 سنه. يعني ما اعرف يعني يلوفوها منا يجيبوها منا المستثمرين. وتلقى مستثمر واحد ماخذ فد خمس مجمع. هذا الظاهر اللي صدر هيك قرار فصله تفصال على استثماره على شركة. هو ليش ان بنى الاستثمار؟ احنا الاستثمار في دول العالم كلها، يعني هسه هاي تركيا ما تشتغل اذا مستثمر، كل مطاراتها استثمار. بس ما تروح تملكها لو المستثمر. لا استاذ شيء بسيط. نسبه دكتورنا نسبه، يعني انا يعني امشي بسيارتي بهذا الشارع استثمار. صح. ادفع ربع دينار. تمام. 500 دينار. هذا الجسر اللي جوا البحر بالضبط. اعلى شيء هذا 40 ليره. انا دخلت به قالوا هذا تدفع من بحساب المواطن. مو موضوعنا بس شيء بشيء يذكر يعني. جيد. زين هسه انا ما راح اخش شقق عموديه لانه خاف من الزلازل، ما راح نبني ناطحات سحب احنا بالعراق. اجازه البناء انا كمواطن اهل الشعله. نعم. وعندي 100 متر. فاريد اخذ اجازه بناء، انا من اروح البلديه شو اسوي؟ ال 100 متر احنا هسه نساعد المواطن. لحد 100 متر؟ لا اي يعني مو شرط، لا حسب يعني الارض اللي انت حسب السند ايش قد؟ 200 متر؟ 300؟ السند مالتك. واضح. بكم؟ 23. لا اي كم شريك بي؟ اها. اذا مبني بيت واحد قبلك لا بس نعتبره هو مو المشكله. الضوابط ما تعدلت، هسه انا مو مهندس بامانه بغداد، انا رئيس مهندسين اقدم. امانه بغداد بموجب التصميم الاساسي انه ارتفاع العماره 4 جو الجسر، 4.5 للسقف. اوكي؟ واضح. تطلع بالكونه 3.25، 3/4 بالكونه، مترين ونص تكبر الشقه يعني. تزداد، لانه هو راجع 5 امتار بملكي. واضح. يابا الامور اختلفت، كان قبل بالكونات وتساوي البالكونات يصير نسق بالشارع. لكن الان هي اصبحت كلها من هذا الطراز الحديث جام ولا يظهر اي بالكون غير الارتفاعات. الارتفاع والله اكو دراسه، اكو مسائل بسيطه ولكنها عقيمه في امانه الله. صح. انا واحد من الناس اشتكيت يم الوكيل ويم الامين، قلنا له لازم تتغير هاي، وفعلا هو الناس عندهم نيه يغيرون، بس اكو ناس بعدها معارضه يعني او ما عندها جرأه باتخاذ القرار. جيد. بس انا يعني مطلوب مني شنو؟ سند. سند.
25/2023. سنة 25 هو الإجراء المعاملة. 25 يعني نطمئن انه شو الفرق بين 23 و 25. أول ما تشتري البيت يعطوك سنة 23، يعني معاملة ما هو مدققة. شنو ما هو مدققة؟ اجى حول لك اللي صاحب اللي اشتريت من عنده وراح. تروح تدقيق، قد يكون بيها مشكلة، قد يكون بيها حجز، قد يكون تروح للضبارة، اكو لجنة تدقيقية. واضح. من يدقق يصدر سنة 25، بعد الأرض ما بيها شيء. ليش يقول لك انت سندك 25 لو 23؟ 25 يعني مدققه الارض. واضح. استلمت الارض السند وتجيب خارطه عقار اللي هي تثبيت حدود، يعني الطول والعرض مربع صغير. هذا كانت الارض اي ارض او بيت او اي شيء. واضح. نعرف قد ارض الشارع عندك، واحنا شنو مطالبين بحساب التبليط، مطالبين بعرض الشارع ايش قد يرتد حسب المساحه. ارتدادات كالاتي، من 100 يعني هي 100 زيرو، يعني اذا مساحتك بالسند 100 مفصول مفروز، ارتداد صفر لحد يمكن 120. شنو ارتداد صفر يعني؟ يعني ها البيت انت من تبني بي رجوع بي متنفس بي بالكونات بي مناور من 100 لحد 240 80% بناء. ليش؟ لان مساحتك صغيره. صح. وحتى من الركن ما ترجع لانه مساحتك صغيره، وترجع متر ونص. ترجع متر ونص هاي ماكسيمم، يعني تقدر اكثر بس احنا نعطيك يعني متر ونص نهائي، ما تتجاوز اقل. يعني متر ونص. من 240 لل 400 2 ونص. ونسبة البناء ايش قد؟ 65%. من 400 ل 601 نسبة البناء تصير حدود ال 55% ورجوع أربعة. واضح. زين. وهاي المستمسكات والتفاصيل. اي سند حديث وهذا. ايش قد ينطون المصرف العقاري؟ والله المصرف العقاري يقولون السكن هسه 75. 75؟ اي. للمية. اي للمية. يعني هي تعتبر هو انتم من ضمن اطار بغداد، لا قضية ولا نواحي. لا لا باطل بغداد. جيد. اكو عندنا بعض الاستفسارات على مناطق حي الجوادين الرحمانيه وشارع دور الري. ليش تكون وايد من المواطنين يكون يعني يحتاج الى اكساب بعض الشيء؟ هسه احنا الجوادين 450 باشرنا بالقشط. جميل. اي باشرنا بالقشط، وان شاء الله يعني على اداره المشاريع انطوا الشركه وان شاء الله يكمل. عندنا هواي شركات داخله ب 460 شركات على اداره المشاريع. على اداره اي على اداره المشاريع. يعني هو الترشيح من عندنا. احنا نقول لهم يا مناطقنا هاي تعبانه، اكساها تعبان، وشعله من دخله ودخله مقرنص وتبليط، الشوارع العريضه تبليط، الازقه الداخليه مقرنص. مقرنص انجح. صح. لانه اول شيء عمره هوايه، ومن يصير ضرر يصير ضرر منطقه صغيره. صح. تقدر انت ابو البيت تعالجه، ترفع القرنصه تجيب غيره. صحيح. يعني انا شفته نجح، يعني مليت الصدر نجح. زين. وان شاء الله بشعله ينجح. جيد. شارع دور الري. شارع دور الري ايضا يعني ان شاء الله يعني احنا مستمرين بامانه. التوسعات ايش قد؟ عندنا توسعه شارع المستشفى مال الشعله ب 450. الارصفه عريضة جدا، يعني 20 متر رصيف أكثر، وشارع صغير. شايف هاي سايبين وعادين في أوضة. الشارع صغير مع المستشفى والرصيف جدا عريض، بحيث الناس مسوي حدائق، مسوي محلات، مسوي عمارة. بس بالتخطيط شنو؟ لا هو شارع أوكي يعني شارع بس أكو تجاوز. بس احنا المدينة في حالة تطور، نرفع مقترح دارة التصاميم بالديوان، نقول لهم يابا هذا الشارع اريد نعرضه لانه الحركه صارت بيه اكثر، مستشفى. صح. سوق يمه، سوق الساحه. وافقوا وباشرنا احنا كدائره. اي باشرنا بتعريض الشارع، صبينا الباور كيربر. هاي يعني شلتوا ال اي اي يعني هذا اي زرنا وباشرنا شكوك وشوك شكو هذا. والله فلشنا بصراحه مقاهي قديمه وحدائق قديمه، الناس يابا شارع نريد نوسعه، ما ماخذي انه او شيء او هذا. عندنا زقاق اربعه ب 424، الشكاوي لحد الان صار لها اربع سنين. شنو هاي ذولا؟ زمن الستينات متجاوزين على ارض الامانه
ومسوي لهم يعني غرف و يعني مسوي فد منتجع خاص لهم بمساحة 800 متر اضافة لبيته 200 متر. لما شفنا التصميم احنا انه هذا هنا شارع خدمي باشرنا بالازالة. حقيقة يعني اشتكوا عن المدير العام شخصيا واشتكوا عن الدائرة، بس اكثر شيء خطيه ضرر المدير العام يعني باعتباره هو قائد الحملة شو اسمه. فسوينا هذا الشارع احنا وزناه. لا هو 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 الرجل يعني هو الرجل هو يعني وي حقيقة قلت لك شجاع يعني انا اؤمن بهذه الفكرة يعني انا معاون مالته. بس انا جيت للدائرة لقيت يعني مزال التجاوزات ما لحقت عليها، بس لحقت على العمل يعني. فاسرع هو بانجاز الشارع وبحيث صار بقى لهم متر ونص من 800 متر متر ونص بقت بس الياقة اي بس الياقة. اجى الامين سادع بوكته سادع على معان اجى زيارة لنا بالليل بالامطار، الناس اتجمعت عليه تعال حقنا اخذ بيوتنا اخذ هذا. قال بس اذا فتيم واحد يفهمني شنو اخذ بيوتكم شنو ها. فقلنا له يابا متجاوزين وهذا الشارع سويناه لان بالخريطه شارع موجود وهاي الحديقه احنا كان ما شايف واحد يسوي له شارع وحديقه وزعلان والرجل يعني كان جديد. بس جواب كان جميل والله ومرتب يعني هندس. قال انا اذا اشوف حديقه قدامي وبيها ورد وشارع خدمي انت ليش زعلانين؟ اذا استاذنا العزيز يعني طبعا اشكرك على حضورك، لكن قبل ان نختم وياك اكيد لك كلمه اخيره بخصوص جهد الخدم الهندسي ومن ثم بلديه الشعب. والله حقيقه انا اشكر يعني قناتكم يعني من خلال منبركم هذا نوجه رساله الى مواطنين بلديه الشعب وكل بغداد. عندنا حقيقه اداره النفايات يسموها سهل الممتنع. اذا المواطن ما يتعاون ويانا احنا ما نقدر نقوم بالواجب اللي هو يكون 100%. كل شركات العالم لو تنزل في بغداد وسوء الرمي العشوائي لي هذا ما تقدر صح. يعني ما نخلي كل دربونه او كل فرع او كل زقاق اليه صح. غلط هذا. اكو توقيتات للرمي حقيقه دائرتنا رمي مو طرق هسه عبال الناس خافنا يظلون يرمون على التوقيت رمي النفايات رمي النفايات اي رمي النفايات. انا حقيقه كنت دوره باليابان طلعنا يعني جوله مع الكابسه يوزعون رزنامه. هاي الرزنامه تبين توقيتات مرور الكابسه بالاسبوع مرتين فقط وساعتين. فاجينا مواقع التجمع مالتهم لقينا زجاج موجود ما مشوا الكابسه ما شالته. قلت له ليش مترجم ويانا ليش هذا ما انشال؟ قال اليوم رمي البلاستيك هذا رامي زجاج. قلت له وبعدين يعني؟ قلت له احنا غير يعني شوفوا الدائره. قال هذا هناك ان المواطن ما يكذب حقيقه يعني يحب بلده. يقولون منو هذا الشخص الرامي؟ يقولون بيت فلان. ها؟ هذا واجبه بعد يودي للطمر هو. يعني اذا اجوا بالليل يفرضون عليه غرامه قاسيه. فالعالم ما يتطور الا بالقوانين. احسنت صح. الا بالقوانين. انا اليابان عرضوا لي اياها سنه 68 والقران شايف النهروان هسه يعني هي. يعني بالضبط طوكيو النهروان. لكن اول ما فرضوا الغرامات على الرمي العشوائي النفايات ورتبوا حالهم. هسه عندهم التجاري ماكو كابسه تمر على محلات وش الكراتين وبالكرتون قاعد رجل على رجل. ابو المحل ياجر له يعني شلون عندنا احنا قانون عندنا 296 نفس الحج بس ما حد يطبقه. ياجرون مقاول يودي اغراضهم للطمر. اما مو هناك مو شركات فاي كرتونه تنزل من الشركه الفلانيه تفرض غرامه على الشركه وعلى هذا الشيء. الأستاذ علي حسين رئيس مهندسين أقدم ومعاون مدير بلدية الشعلة، شكرا لحضورك. شكرا لجميع جهودك. شكرا جزيلا. والله حقيقة جلسة جميلة جدا وممنون منك دكتور. يسلمك. أنا ممنون منك فعلا كانت جلسة جميلة وأكو أجوبة مهمة كانت محتاجين احنا نوضحها للجماهير. أي وقت تحتاجوني أنا حاضر. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين الكرام بعد يعني
الاستاذ حي سريع سريع بس خلينا نختم. ضيف مشاهده طبعا مستعجل اجى متاخر وعمل عنده. في ختام الحلقة قبل هذا البرنامج وأنا معد ومقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.